فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. لنتأمل هذا التحذير من رب العالمين لأبينا آدم وأمنا حواء، فلا يخرجنكما أي جميعا، ومن الذي يخرجهم؟ إنه الشيطان، ومكان الإخراج الجنة، والعجيب أنه قال بعد ذلك فتشقى. فمع الإخراج ذكر الأمر لهما جميعا، فقال فلا يخرجنكما أي أنت وزوجك، أما في الشقاء فقال فتشقى ولم يقل فتشقيا، فدل ذلك على أن المطلوب أن الذي يطلب منه الشقاء وهو السعي والكد هو الرجل دون المرأة. ولذلك هذا تحديد أولي لمن هو المطلوب منه العمل في قضية الزوج والزوجة.